طيب، المحاضرة السابقة حكينا عن الويب 2.0 داتا ماشابس، ووصلنا لما لنقطة انها شيء جميل جدا، ولكن هذا الفيجن كان بواجه مشكلة الداتا انتجريشن. هلا نشوف سيمانتيك ويب فيجن وين رايح وشو هو. بدنا نبلش في موتيفيشن ثاني، يعني بدنا نبلش نشوف المشكلة مش من حد ما خلص، من يوم ما خلصنا الداتا ماشابس، بدنا نشوفها هلا من فيجن ثاني. خلينا نشوف، طبعا هاي المحاضرة بتكون مسجلة على الموقع المساك سيمانتيك ويب فيجن. نشوف ايش اول اشي لو عندنا الفيجن الحالي. شو كتب عندنا جوجل؟ بدنا نبحث عن اشي. واو، نحن كلنا بنحب جوجل وبينج وهذول، ولكن عمرنا نفسنا نسأل سؤال. لو انا بدي اقول له find a developer position maximum 10 minutes from Ramallah، بقدر جوجل يجاوبنا هذا السؤال؟ لو حطينا شو بيكون الجواب؟ شو بيكون الجواب؟ ولا له علاقة بالموضوع. طيب أمثلة ثانية، نفسي أعرف أن هي المحلات اللي بتبيع قطع على آيفون مثلا، بقدر أعرف من جوجل؟ بقدر أسأل جوجل هذا السؤال؟ ها؟ بجزئ سؤالي مرات العشرين سؤال عشان أعمل وبكي ويرسل أصل وبالآخر أوصلش. طب هل في مشكلة ولا فيش مشكلة؟ إذا في مشكلة، بالتالي هاي المشكلة هي عمليا هل نبنيها ماشب؟ كل ما بدنا شغلة نحن مالها ماشب برضو في مشكلة. فالفيجن تاعت الانترنت اللي حابين تصير انها كالتالي، او على فكرة تخيل لو انساك من الويب، لو كل شيء مسجل في داتابيس وجبت له اي كما انه داتابيس جاي وقلت له اكتب لي كويري دور لي وين المحلات اللي بتبيع ايفون برام الله، تقدر؟ تقدر على السريع. ليه؟ لانها داتا ستراكشر، الداتا ستراكشر وفي سكيما، حتى لو سكيما من اكثر من داتابيس ومختلفين بحل مشكلته وجيب لي الجواب. طيب هاتوا نشوف الانترنت كالتالي، يعني هاتوا كل اللي بنحط في هاي الصفحة، بهاي الصفحة كله أنا بدي أعمل له annotation، التكست المكتوب هون الـ unstructured بدي أربطه مع أنطولوجي معين. يعني باخذ نص هون بقول كلمة بير زيت يونيفرستي، أو بربطها أنها هاي جامعة التايتل تبعها جامعة وهذا التايتل تبع جامعة. بشوف رام الله بقول آه هذا اسم مدينة. بشوف وين بشوف كلمات بهاي طريقة فبربطها بعملها annotation بالعربي بسميها توسيم، بوسمها هاي النصوص بوسمها في أنطولوجي أنا بانيها للموضوع. فلو أخذنا أول صفحة والثانية والثالثة والرابعة على كل الصفحة بعدها شو اللي سويته أنا؟ شو أنطولوجي هون معناها؟ أنا استعملت الأنطولوجي كقاموس في المعاني، يعني شير meanings of the things، things اللي هم الانتيتيز اللي موجودة داخل ايش الويب بيجز تبعك. فايتس شير مينينج، this meaning is embedded inside web pages، يعني انا داخل ال HTML بعرف معاني التكست اللي بسويه. هلا بعدها لما اسال جوجل هذا السؤال بيلزم جوجل كمان ان نربطه، انه جوجل ياخذ لحظه انه هذا الظل اللي عملته انا الاصفر هذا وكانها الانوتيشنز. فجوجل لما بيشفط هاي مع الانوتيشنز تبعتها يعملها كرول، كمان هو بيربط الكويريز تبعته مع الانطولوجي هاي، المفروض بعدها انه يقدر يجاوبني على الاسئله اللي بدي اياها. هاي هو سمبليفيكيشن للميشن تبع السيمانتيك ويب. فالسيمانتيك ويب از فروم سينتاكس to semantics، يعني from text ملوش معنى لشيء له معنى على الانترنت. يعني باختصار طبعا بدي اشرح لكم، انتم بتعرفوا RDF وبتعرفوا اوي،
باختصار بقى الانترنت عندي ويب اوف دوكيومنتس، انه شو يعني دوكيومنت؟ يعني ويب بيج. الويب بيج هي اذا دوكيومنت صح، بتاشر على دوكيومنت ثاني صح. هاي اللينك شو بنسميه؟ هايبر تكست. يعني انا بكون عندي شيء كليكابل، بعمل كليك بروح على الثاني وعلى الثالث. اوكي، فدوكيومنت انتشر على دوكيومنت، ما في اي معنى هون. فجوجل اضطر يتعامل مع كل الدوكيومنت كنص واحد كتكست. فاللي بطمح له انا اني انا اطلع جوا الدوكيومنت واقول اها هذا شخص، هذا اسم مثلا مدينة، او هاي مدينة، هاي مثلا مشروع، اسم مشروع، هاي مثلا جامعة، هاي شخص ثاني. نقول هذا الشخص مثلا بيعرف هذا الشخص او مانجز هذا الشخص. بنقول هاي بعرفش ايش كنا، هاي مثلا مدينة او مشروع بيشتغل عليه او مديره هذا الشخص، وهذا الشخص مثلا اكاونتنت في هذا الشخص. فانا ببني جراف من العلاقات بين الانتيتيز، الاشياء things. بغض النظر طلع الجراف صار عندي مش مهم، يعني مش كل الجراف طبعا في علاقات بين انتيتي وانتيتي داخل البيج نفسها، بس انا بعمل علاقات كمان ايش بين different pages. شو صارت الانترنت من web of documents؟ شو معنى web؟ شبكة صح؟ فصار مش شبكة ملفات، صار شبكة بين objects. هاي objects relations، هاي على فكرة إلها طيب شو يعني؟ يعني اللي هي زي ما اخذته بالأول وبالهدف object properties، named properties إلها معنى. لما بقول works for employees first name بلا بلا بلا، كل هذا له معنى مظبوط. وانه صار عندي ثينك انه هذا انسان، هذا يونيفرسيتي، هذا كورس، هذا سيمستر، هذا كذا كذا كذا. اول واحد خلينا نقول فكره مين هاي. اول ناس في ارتكل ظهرت بال 2001، يعني مش زمان زمان، في ساينتفك امريكا اللي كتبها تيم برنرلي. تيم برنرلي هو يقال انه هو الناس الانفنترز تاع الويب، عشان الويب اخترعوا 1001، بس على الاقل هوش من احد المشاركين. وجيم هاندلر، وهي اتوقع كانت في نوكيا تشتغل، كتبوا مقال في مجله اللي هي ساينتفك امريكا كيف يشوفوا الويب بعدين. وصارت ثوره من وراء هذاك المقال، وصار الفيجن، هاي خلينا نقول حطوا الفيجن. واول واحد استعمل كلمة سيماتيك ويب اللي هو تيم برنرلي. W3C ايش حكوا؟ دي سيماتيك ويب بروفايد ا كومن فريم ورك، ما هوش اختراع جديد، اتس فريم ورك ذات الاوز داتا تو بي شيرد اند ريوزد كروس ابلكيشنز. انه هاي الداتا هسه بقدر اشفطها واستعملها داخل الابلكيشن. السيرش انجن از ون اوف ذا ابلكيشنز، بقدر استعملها داخل الابلكيشنز او في المؤسسات او داخل. فالفكره ان نشجع الناس يحطوا الانوتيشنز، التوسيمات، الدلاليه داخل ما الويب بيجز تبعته. نبطل نكتب ويب بيجز از تكست. الويب بيجز عباره عن تكست هلا صح، ان ستراكشر، توتالي ان ستراكشر. هل في طريقه ان نكتبها بطريقه ستراكشر؟ حناخذها في محاضره اللي بعد هاي، اللي محاضره الار دي اف. فالفكره احنا هلا نركز بس على الويب. فالفكرة إنه وين الإنترنت؟ إنه من Web of Documents عملنا ستاندرد سميناه XML بيعالج إيش فقط؟ Syntax. بعدين عملنا ستاندرد للداتا اللي سمينا RDF، يعني Very Primitive Basic Data Model. بعدين عملنا RDFS والأول هاي روز نبنا نعمل سكيب لسبارك. هلا على فكرة هذا هو التكنولوجيز، هاي التكنولوجيز اللي هي اللي نسميها سيماتيك ويب تكنولوجيز. سيماتيك ويب تكنولوجيز ايش يعني؟ RDF اول وسبارك باختصار، يعني سمبليفايد. هذول الستاندردز القوانين اذا بدك جمال، اللي حاولت W3C تحطهم تو جايد، مش تجبر، لا ترشد الناس لوين يروحوا. هلا طيب
شو بعد؟ زي ما انتم شايفين هون بعدها في لوجيك وبروفس والى اخره، وهذا المقصود فيه انه الفورث جينيريشن من الانترنت تبقى بعدها انتليجنت. يعني في عالم البي سيز على زمان اللي بيعرفوا بي سي بكير عنا بكى زمان اف تي بي وايميل ويوز نت اللي بتذكر ويندوز، بعدين صارت الويب، صار في عنا ويب سايتس وكي وورد سيرش وهي القضايا. اجى الانترنت الثاني صار في عنا بلوجز وويكيز وسوشيال ميديا وسوب وجافا واكس ام ال وهي طبعا هاي التكنولوجيا. يعني هاي وكانها التكنولوجيز، هذا بس المنحنى عشان اورجيكم انه وكانه على كل جينيريشن تقريبا شيء التكنولوجيز استعمل. فاحنا هلا اذا احنا هون او رايحين هون لازم نبقى نعرف شو هو السباركل، الاجاكس، اوبن اي دي، سيمانتيك داتابيسز، سيمانتيك سيرش، وهلم مجر، على امل انه الانترنت اللي بعدين يكون ايش اشي في بيرسوناليزيشن، يعني بخاطبك انت، مش انت عارف البروفايل تبعك، بخاطبك بالتالي بطريقه ذكيه. في حدا عنده اي سؤال؟ طيب المحاضره اللي بعدها بنحكي عن الليك داتا.